ليها دور كبير جدا جوه الملعب وبره الملعب. ازيك يا نهله؟ معلش الصوت بعيد يا جماعه، ممكن نعلي الصوت شويه عشان اسمع نهله. نهله سامعاني؟ ايوه سامع حضرتك. الف مبروك يا نهله، الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. اداء رائع امبارح، كنت على قدر المسؤوليه على المستوى الشخصي وعلى مستوى الفرقه، امتعتونا بشكل كبير، كفايه ان انتوا نايمتونا فرحانين امبارح. الحمد لله طبعا على الفوز، يعني 3-6 على الصفاقس، تعتبر طبعا من اقوى الفرق اللي موجوده في البطوله، بالذات ان هي كانت يعني فازت على الجي اس بي الجزائري في اول يوم 3-2، فكان مهم بالنسبه لنا الفوز ده ان شاء الله، يعني عشان نكون قطعنا شوط طويل شوية في البطولة، ويتبقى لنا إن شاء الله مباراتين، يعني إن شاء الله ربنا يسهل ونقدر نفوز بيها إن شاء الله وناخد البطولة. نهلة، عايز أعرف منك أجواء ما قبل اللقاء، لأن الحقيقة الماتش ده كان يعني عنق الزجاجة مش ليكوا في البطولة بس، لا ده الموسم كله، لأن صعب جدا تبتدي الموسم بتعثر أو خسارة بطولة على ملعبك. أنتوا قبل المباراة كان عليكوا ضغوط نفسية زي الجمهور، زي خطورة اللقاء وأهميته، خرجتي بفرقتك إزاي ككابتن فريق من هذه الضغوط؟ احنا طبعا يعني اول ماتش كان مع سبورتنج، كان ممكن كان يكون باين علينا الضغط شويه بتاع البطوله وضغط الجمهور، وان احنا بنلعب على ارضنا، متهيألي حتى كان باين في ادائنا، كنا بنلعب بحذر شويه. بس طبعا ساعه الصفاقس، يعني طبعا ماتش يعني ما فيهوش هزار، طبعا من يعني من يعتبر احنا جينا وصلنا بدري شويه قبل ماتش سبورتنج عشان نقدر نتابع المباراه بتاعه الصفاقس والمجمع الجزائري. اتفرجنا طبعا عليهم، وكابتن حمدي طبعا عمل لنا محاضره قبل الماتش، واتفرجنا عليهم تاني برضه لما رجعنا وقبل المباراه عشان نقدر نحفظهم ونعرف نلعب على مين. والحمد لله متهيألي بان امبارح ان احنا قدرنا نخرج كذا لعيبه من مستواها، فالحمد لله قدرنا يعني ننفذ اللي كابتن حمدي قال لنا عليه. وطبعا اتمرنا قبلها طبعا الصبح على كل اتجاهات ضربهم، واتمرنا على حائط الصد ليهم والاستقبال والارسال اللي هنلعبه فين، والحمد لله يعني قدرنا يعني ننفذ كل التعليمات دي بشكل كويس، وطلعنا بالماتش الحمد لله 3-0. نهلا، طب قولي لي في بدايه المباراه، انتوا كنتوا مركزين بالسيرف على لعيبه معينه اللي هي رقم 2 تقريبا خلود على ما اتذكر، ايوه، ونجحت وهي يعني اخفقت في استقبال 3 ارسالات ورا بعض، دفع المدرب انه يغيرها، ده كان مقصود؟ اه طبعا كان كابتن حمدي طبعا اول حاجه كان قايلها لنا ان احنا نبتدي نخرج لعيبه رقم 2 دي من الملعب، هي يعني هي بتتهز، كانت يعني كلام كابتن حمدي ان احنا لو قدرنا نوجه عليها الارسال، هي كانت اضعفهم في الارسال، هنقدر نجيب نقط اكتر وسهل ان احنا نخرجها بقى المود بتاع الماتش. وفعلا ده اللي حصل، ان احنا خرجناها عن تركيزها لما ركزنا عليها في الارسال، فهي حتى كهجوم ضعفت، ابتدت اتهزت شويه في الملعب، فاضطر طبعا المدرب يخرجها، فدي كانت تعليمات طبعا. طب نهله قولي لي، يعني انتوا دلوقتي احنا كسبنا مباراه ولسه ما خدناش بطوله، عندنا مباراة تانية إن شاء الله يوم الخميس، أنا دايما بقول بالتدريج مع مباراة مش قوية، وبعد كده عندنا مجمع البترولي مباراة قوية جدا، شايفة إيه اللي مطلوب منكم كفرقة من هنا لغاية يوم اللقاء إن شاء الله؟ طبعا يعني احنا مطلوب مننا طبعا التركيز، نفضل في جو البطولة طبعا، يعني اللي هو ننسى طبعا ماتش امبارح واللي قبليه، ونبتدي نركز ان شاء الله في الماتشين الجايين. ان شاء الله طبعا يعني ماتش السودان ان شاء الله باذن الله يعني نقدر نعدي ان شاء الله 3-0. فريق الجي اس بي برضه نفس الكلام، احنا دارسينه كويس، لعبناه اكتر من مره، لعبناه في البطوله الافريقيه ولعبناه في البطوله العربيه السنه اللي فاتت، يعتبر اللعيبه عارفينهم شويه. طبعا هم قريبين مستواهم من مستوى الصفاقسي، فطبعا هيكون ماتش صعب طبعا، هو بمثابه يعني مباراه نهائيه، عشان طبعا احنا لما كسبنا الصفاقسي امبارح يعتبر الجي اس بي دخل تاني في البطوله، فان شاء الله احنا هنحاول يعني ناخد الماتش ان شاء الله من اوله وننهيه لصالحنا ان شاء الله. طب نهله، انا عايز يعني اتكلم معاكي عن إيكاترينا، اللاعبه المحترفه الاوكرانيه اللي ضمن صفوفنا، الحقيقه احنا حاسين بالفارق، يعني حاسين فارق كبير عن المحترفه البرازيليه اللي كانت معانا السنه اللي فاتت تينارا، يعني الكلام ده اللي وصل لنا او احساسنا ده صحيح، ولا يمكن هي كانت موافقه او كانت يعني اعلى من مستواها؟ هل وجهه نظرنا ده صحيح ان هي عامله معاكم فارق ولا لا؟ لا، هي بصراحه لعيبه ملتزمه جدا، حتى في اللعب يعني متهيألي اخطائها قليله شويه، وهي كان يعني ليها خبرات اكتر، لعبت في منتخب اوكرانيا، فمتهيألي يعني هي ليها خبرات اكتر، واحتياجاتنا ليها في الفتره دي اكتر شويه من اللي كانوا معانا قبل كده. هي الفتره دي احنا محتاجين يعني طيناها، يعني هي لعيبه يعني بتلعب بحرفنه شويه، مش عارفه اقول ازاي. لا يعني لا، عندها مهارات تؤهلها للعب في نادي الاهلي. بالظبط، اه بالظبط.
طيب برضو الروح امبارح يا نهل الحقيقه احنا شفنا روح يعني منقطعه النظير، شفنا حماس بعد كل نقطه، حتى في الاخفاق، حتى في عدم التسجيل، حتى في الاوقات الصعبه في المباراه شفنا روح عاليه. سر الروح ده يا نهله؟ طبعا الجمهور بصراحه كان داعمنا بطريقه يعني كان بيخلينا اللي هو يعني عايزين نلعب، يعني احنا من واحنا في التسخين اللي هو قاعدين نقول يلا بقى عايزين نبتدي الماتش بصراحه، يعني كان عندنا روح امبارح ان احنا ندخل الماتش ونقدر نطلع بيه بشكل كويس الحمد لله. وطبعا ان ده ماتش يعني احنا كنا عارفين ان ده من اهم يعني يعتبر كان الماتشين الاهم اللي هو ماتش صفاقس وان شاء الله ماتش الجي اس بي، كنا عايزين يعني نقرب شويه من البطوله ان شاء الله. طب نهله اخيرا كده، انا مش عايز اطول عليكي بس انا الحقيقه ما بصدق الاقي فرصه طبعا يعني كابتن الفريق تكون معايا وحضرتك يعني نجمه كبيره وليكي دور كبير جدا، يعني عايزك توجهي رساله اخيره لجمهور النادي الاهلي اللي الحقيقه من اول ثانيه في البطوله وانا واثق لاخر ثانيه هيكون بيشجعكم بتشجيع منقطع النظير، توجه لهم رساله ايه يا نهله؟ انا طبعا بشكرهم على حضورهم للماتشات اللي فاتت وبطلب منهم ان هم يفضلوا ان شاء الله ورانا لاخر البطوله ان شاء الله لغايه لما نتوج ان شاء الله بالبطوله، وان شاء الله لاخر السيزون كمان يفضلوا معانا، والبطوله الافريقيه ان شاء الله هتكون على ارضنا برضه اتمنى ان هم يفضلوا معانا ان شاء الله. بشكرهم جدا. كابتن نهله سامح طبعا نجمه الفريق وكابتن الفريق، شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني والف مبروك، واتمنى ان انت توصلي سلامي لكل اللاعبات حتى يعني اللي ما شاركوش او اللي كان مشاركتهم قليله، لان الحقيقه كلكم 12 لاعب حتى اللي ما توفقش يكون في البطوله نجوم فوق العاده. يعني كابتن وائل يمكن كلام نهله كابتن الفريق دايما بقول